في المحاضرات اللي فاتت، من المحاضرة الأولى لحد المحاضرة الخامسة كنا بنعتمد على الماكس أكبر قيمة. من بداية المحاضرة الستة بنعتمد على الخسارة. اديتنا مثال بتقول أشمل البلاند ريبلوم أكمباني. المهم إن هي ادت قالت إن the total order is 1000 كيلو و the blend should meet the following conditional. وقالت ان ال element عند ال ax1 should be 300 اقل من او يساوي 300، وان ال x2 برضك should be لازم ان هي تكون ب اكبر من او يساوي 150، وان ال x3 should be اكبر من او يساوي 1200. وبتقول what is the blend which make total cost minimum given that price of the three element تلات قيم element or 5 و6 and 7 pound. أول حاجة هي قدة الزي قالت بتساوي 5 و6 و7، 5 للإكس 1 زائد 6 للإكس 2 زائد 7 للإكس 3. ادت السبجكت بتاعتها قالت ليه السبجكت بتاعتها قالت ان عند الالف كيلو ان الاكس 1 زائد الاكس 2 زائد الاكس 3 كل ده بيساوي الالف كيلو. دي في حالة ان هي المعادلة مينيمم اقل حاجة. وقالت ان الاكس 1 برضو اكبر من او يساوي 300، وقالت ان x2 اكبر من او يساوي 150، وقالت ان x3 اكبر من او يساوي 200. فاكرين لما قلنا لما يكون اكبر من او يساوي يبقى بنقص وبزود، تمام؟ هي مشيت بقى بنظام قالت ان هي المعادلة بتاعتها تبقى زي عادي زي ما هي، بتساوي 5x1 زائد 6x2 زائد 7x3. قالت حاجة تانية، قالت ان السبجكت بتاعتها هتبقى الاكس 1 زائد الاكس 2 زائد الاكس 3 كل ده بيساوي الالف. طب ما انا لو جيت جمعت قلت 300 زائد 150 زائد 200 مش هيدوني الالف اللي هما بيساويه، فهنا هيبقى في قيمة لسه انا معرفش ايه هي. قالت ان اكس 1 اقل من او يساوي اكس 1 اقل من، يبقى هزود بس، يبقى هيبقى عندي انا وقفت عند اكس 3 يبقى هبتدي من اكس 4 زائد اكس 4 كل ده بيساوي 300. قالت ان اكس 2 اكبر من او يساوي، وعندي هنا اكبر من او يساوي، فهتقول ان اكس 2 بنقص وبزود عشان كل ده يديني 150. هنقص انا وقفت عند اكس 4 يبقى هبتدي من اكس 5. طب ما المفروض احط هنا اكس 6، قالت لا استنوا شويه ما تحطوهاش دلوقتي، وبعد كده هنقول اكس 3 قالت اكبر من او يساوي، يبقى برضك هنقص وهزود كل ده هيديني 200. انا وقفت عند اكس 5 هتقول لي اكس 6، هتقولوا لي طب ما في هنا ارقام انا لسه ما حطيتهاش، هي هتحطها بس قالت لما اجي اجمع 300 و150 و200 كل ده مش هيديني الالف، يبقى انا عندي قيمة هنا انا لسه معرفهاش، يبقى 4 و5 وبعد الستة هحط اكس 7 هنا انا معرفش عشان القيمة ديت اكيد اكس 7 هتديني بقى اللي ناقص من القيم اللي هي 300 زائد 150 زائد 200 زائد القيمة اللي هتبقى ناقصها عشان يبقى كل المعادلة دي بتساوي الالف. طب انتي قلتي له هنا في ناقص قيم، ايه هي القيم؟ انا عندي هنا المفروض مش انتي بتقولي كنا بننقص ونزود؟ اه بنقص وبزود. انا وقفت عند اكس 7 يبقى هنا هحط اكس 8 وهنا احط اكس 9. هفرغ المعادلات بتاعتي عادي زي ما هي، انا هنا بدأت باكس كام؟ اكس 7، هحط هنا اكس 7. انا هنا كان عندي اكس 7، هحط هنا الاكس 7 اهي زي ما هي. قيمة الاكس 7 بكام؟ ب1000، هحط هنا ال1000 زي ما هي. وعندي واحد عند الاكس 1 بواحد، وعند الاكس 2 بواحد، وعند الاكس 3 بواحد، وعند الاكس 7 بواحد.
فحطيت الوحدات هنا، وبقيت القيم اللي مش عندي حطيت بدلها اصفار. طب ايه الام وايه الام هنا؟ احنا لما كنا بنحط متغيرات جديدة، يعني كنا بنحط ناقص وزائد، بحط باخد الاكس 8 ديت بحطها، بس بعوض عن الاكس 8 ديت في الربحية بتاعتها بام. يعني انا هنا هعوض عن الاكس 8 بام، هعوض عن الاكس 9 بام، هعوض عن الاكس 7 بام. تعالوا ناخد المعادلة اللي بعديها. بعد كده اكس 4، هحط اكس 4 اهي، الربحية بتاعتها بكام؟ في الليفل ب 300، فهحط عند اكس 1 بواحد وعند اكس 4 بواحد، وبقيت القيم اصفار. نفس ما حصل معايا هنا، هنا بواحد وهنا بواحد، وبقيت القيم معايا باصفار. عند الاكس 2، عند الاكس 8، الاكس 8 بكام؟ ب 150، بس ما انساش ان انا احطها ب 100 بام، فحطيت ال 150. عند الاكس 2 بواحد، وعند الاكس 5 بسالب واحد، وعند الاكس 8 بواحد، فعوضت وحطيت بقية الارقام صفار، وهكذا في اكس 9. نيجي نجيب الزي والسي ماينس زي. انا عندي كانت الربحية عند الاكس فوق 5 و6 و7، كانت عندي هنا 5 ادي 6 ادي 7، فحطيت 5 و6 و7، وعند الاكس 7 والاكس 8 والاكس 9 اللي انا ضفتهم بالزائد، كل دول هتبقى دي بام وام وام، فحطيت هنا ام وام. لما اجي اقول 1000 في ام زائد 150 في ام زائد 200 في ام هيديني 1350 ام، ولما اجي اقول 1 في ام هيطلع لي ام، ولما اجي اقول 1 في ام زائد 1 في ام هيطلع لي 2 ام، ولما اجي اقول 1 في ام زائد 1 في ام هيطلع لي 2 ام، وهنا 1 في 0 كل ده بصفر عشان عمودي عندي هنا بصفار، هكذا طلعت لي الام. هتطلع لي الزي، هقول اللي فوق ناقص اللي تحت، هقول الخمسة ناقص اللي تحت ناقص الزي، يبقى 5 ناقص الام هيطلع لي 5 ناقص ام، وبعد كده 6 ناقص 2 ام هيطلع لي 6 ناقص 2 ام، بعد كده 7 ناقص 2 ام هيطلع لي 7 ناقص 2 ام، وهكذا هتطلع لي القيم. طب انا دلوقتي هقول انتر لمين؟ انا عندي هنا 5 ناقص ام، وعندي 6 ناقص 2 ام، و7 ناقص 2 ام، وعندي ام موجب وام موجب. اول هنا انا مش هستخدم الموجب، انا هستخدم القيم السالبة. طب انا عندي هنا قيم سالبة، انا عندي هنا سالب ام وعندي 2 ام، انا هستخدم في السوالب اللي هي الاقل في السوالب. انا عندي هنا اقل حاجة في السالب ايه؟ السالب 2 ام، يبقى انا كده مش هستخدم الام، يبقى انا هخبي دي خالص كده وكأنها مش موجودة معايا. طب انا معايا هنا 7 ماينس 2 ام، عندي 6 ناقص 2 ام و7 ناقص 2 ام، هياخد اقل قيمة مطلقة. فين القيم المطلقة هنا؟ انا عندي هنا 6 ومعايا هنا 7، يبقى هاخد 6 ناقص 2 ام، لان انا عندي هنا 2 ام و2 ام مش 4، فهقول انتر للقيمة دي، وهدخل بدلها مين؟ وهدخل بدل الاكس 2 اكس كام؟ هجيب الريشيو، فهعمل دايرة على كل قيمة كده. احنا قلنا هندخل العمود ده، فهعمل هنا صفر، احط عليه دايرة دايرة دايرة، هقسم على القيم بقى. هقول الليفل على القيمة ذات نفسها، الف على الواحد فيها الالف، 150 على الواحد فيها 150، فانا بعمل دروب، يبقى انا كده هدخل اكس 2 مكان اكس 8. نبتدي ندخل اكس 2 مكان اكس 8، هنا اكس 8 هي كان مكانها هنا، ادي اكس 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 اكس، فهدخل اكس 2 مكان اكس 8. كل القيم هقسمها على كام؟ هقسمها على الواحد، لما اقسمها على الواحد هتطلع لي نفس القيم، هتطلع لي نفس القيم. يعني انا هنا على الواحد هتطلع لي نفس القيم، فهنزل القيم زي ما هي. يعني هكتب تحت 150، هكتب هنا 150 صفر واحد، وما انساش ان هنا هيطلع لي بصفر، وهنا هيطلع لي بصفر، وهنا هيطلع لي بصفر، لازم يطلعوا لي بصفر. بعد كده 150 صفر واحد، واقول صفر صفر سالب واحد صفر صفر واحد صفر، تمام. لما اجي ابص اللي تحتيها، لما اجي اضرب هنا احط هنا دي اكس كام؟ اكس 9، احط اكس 9 زي ما هي، واحط الاكس 4 زي ما هي، واحط الاكس 7 زي ما هي. اما اجي ابص للصفر هنا، لما اجي اقول القديم ناقص الجديد، انا عندي هنا فوق 200، اقول 200 ناقص صفر في 150 هيطلع لي، هتنزل لي 200، يعني اي حاجه بصفر بصفر، يعني هنزل الداله زي ما هي، تبقى هنا 200، يبقى هنا صفر صفر واحد صفر صفر سالب واحد صفر صفر واحد. اجي ابص على المعادله اللي فوق اللي هي اكس 4، لو جيت ابص لاكس 4 هلاقيها برضك بصفر، فاذا هنزل المعادله زي ما هي، يبقى هنا 300 واحد صفر صفر واحد، تقييم اصفار اصفار اصفار. لما اجي ابص فوق الواحد، طب ما هو هنا احنا قلنا لما تكون القيم شبه بعض
يا اما بطرح يا اما بجمع. طب امتى بطرح وامتى بجمع؟ انا لو جيت اقول هنا 1 + 1 هيديني 2، لا مش انا عايزاها لما اقول 1 - 1 يديني 0، يبقى انا كده هطرح المعادلة. هطرح مين بقى ناقص مين؟ هطرح الالف ناقص 150. لما اطرح الالف ناقص 150 يطلع لي هنا 850، يطلع لي هنا 1 - 0 1 - 0، وبعد كده 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0. أو يعني عند الإكس 7 كانت هنا بإم، عند الإكس 4 بكام؟ ملهاش قيمة. هنا كانت دي ب5، هنا ب6، وهنا ب7، وعند الإكس 7 بإم إم إم، عند الإكس 2 ب6، عند الإكس 9 بإم. هبتدي أجيب الزي، هقول ده في ده وده في ده، هيطلع لي هنا 10 - 50 إم +900، بعد كده هيطلع لي هنا إم، هيطلع لي هنا 6، هيطلع لي هنا 2 إم، هيطلع لي هنا 0، هيطلع لي إم - 6، بعد كده إم، هيطلع لي سالب إم إم، بعد كده 6 - إم، بعد كده هيطلع لي إم. هقول السي - زي، هجيب اللي فوق ناقص اللي تحت، لما أجي أطرح اللي فوق ناقص اللي تحت هيطلع لي هنا دي 5 - إم، وهنا 0، وهنا 7 - 2 إم، وهنا 0، وهنا -M + 6، وهنا إم، وهنا 0، وهنا 2M - 6، وهنا 0. أول حاجة أنا بدور على القيم مالها السالبة اللي هي أقل. انا لما اجي هنا ابص على هنا السالب ام مش هتنفع معايا، عشان هنا سالب ام وانا عندي هنا سالب 2 ام، يبقى ادور على اي حاجه فيها سالب 2 ام. لو جيت ابص هنا على سالب 2 ام، لا ده انا عندي هنا دي 2 ام موجب - 6، يبقى انا هستخدم ديت، يبقى هقول ديت انتر، وهحط عليها دايره كده واشوف هدخل مين مكان مين. هنا هتطلع لي 850، وهنا ديت هتطلع لي ب200 لما اقسم الليفل على ال200، يعني لما اقول 200 على 100 على الواحد فيها 200، وهنا لما اقول 850 على الواحد فيها 850. يبقى اذا هندخل اكس 3 مكان اكس 9، احنا قلنا هندخل اكس 3 مكان اكس 9، يعني هنا هكتب اكس 3. هقسم كل القيم على كام؟ هل لو جيت ابص هنا كده، لو جيت ابص هنا هنا لقيت عندي 1، فهنزل القيم كلها زي ما هي، وعندي هنا صفار وعندي هنا صفار، هنزل القيم زي ما هي، وهنا 1، فهقول لما اجي ابص هنا اقول 1 + 1 هيطلع لي 2، لا انا عايزه لما اطرحهم يديني 0، تبقى المعادله كلها عندي بصفر، يبقى الصف كله بصفر ما عدا اكس 3 هي اللي بواحد. يبقى انا هنقل كل القيم زي ما هي بتاعت اكس 9 واكس 2 واكس 4. بعد كده اكس 4 برضك كانت عندي هنا كام؟ اكس 4 كانت برضك ب6، فهنزل قيمها عادي زي ما هي، يبقى هتبقى هنا 301 - 0 - 0، 301 - 0، بعد كده 1، بقيت القيم عندي كلها بصفر. وقلنا اكس 7 هنطرحها من المعادله بتاعت اكس 3 على طول، يعني هنقول القيمه ناقص 7، يعني نقول 850 ناقص 200 هيطلع لي 650.
عند الاكس 7 كانت بام، عند الاكس 4 ما كانش فيه، عند الاكس 2 ب6، عند الاكس 3 ب7، هنا بام، هنا بام، وهنا ام، وهنا ام، وهنا عندي كانت 5 6 7. هنجيب الزي، هتبقى هنا 650 ام زائد 2300، بعد كده ام، عندي 6، عندي 7، عندي 0، عندي ام ماينس 6، وعندي ام ناقص 7، وعندي ام، وعندي سالب ام زائد 6، وعندي سالب ام زائد 7. هنقول اللي فوق ناقص اللي تحت، هيطلع لي هنا 5 ناقص ام، وهنا عندي 0 0 0، وعندي هنا 6 ناقص ام، وعندي هنا 7 ناقص ام، وعندي هنا 0، وعندي هنا 2 ام ناقص 6، واتنين ام ناقص 7. هبرضك هنستخدم، انا عندي هنا سالب ام سالب ام سالب ام، طب هدخل مين؟ هدخل، احنا خدنا هنا السوالب، فهناخد سالب ام، طب ما كلهم هنا سالب ام، طب هنا 2 ام ليه ما خدتهاش؟ لا، هنا 2 ام موجب، ناقص 6 سالب، فانا هستخدم سالب ام، يبقى سالب ام سالب ام، هاخد اقل قيمة فيهم، القيمة المطلقة، اقل قيمة مطلقة، اقل قيمة مطلقة، اقل قيمة مطلقة هنا كام؟ 5 ناقص ام، هنقول لها انتر، هتطلع لي هنا، هنقسم كل حاجة على ليفل، هنا دي ودي، هنا هتطلع لي 300، وهنا 650. اذا هدخل مين مكان مين؟ هدخل اكس 1 مكان اكس 4، يعني هعمل لها دروب.